خايف، انا اللي اديت قرار للفتح، انا اللي عايز الشعب يجيلي، انا اللي عايز دي قراري. اما تاني امن قومي، امن قومي يعني حصل موقف في الاسماعيليه وطلع فعلا أربوجين محظرة ان السفينة جاب بين وعدت على خير، ورغم ان هذا اتكلموا عليها انا وانا بعمل دراسة في بحث كنا عاملينه على تأمين القناة وانا رايح اركان حرب، عملت مقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، لقيت قناة بنما الآتي: كل يوم بتلاقي سفينة ممكن تتسلف، ولا حد بيعرف في العالم خالص، لكن لو واحد ضرب طوبة على سفينة الدنيا هتتقلب، عشان هما احنا مستهدفين فعلا. فلازم احنا، مش معقولة هيحصل خلل في الإسماعيلية على طول. لو انا عملت قرار هنا كده وقفت قدام الدنيا وبتاع، هتلاقي الإسماعيلية خلاص خرابة، وكله خرابة وكراهية، وهنلاقي نفسنا